أهلا فيكم حبايبي برج الجدي، راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية ومن وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر. القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع، وأيضا تقبل العكس. يعني إذا أنت عم تتعامل مع برج الجدي، ممكن تحس إنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك أو قريبة من طاقتك. طبعا مثل دائما القراءة عامة، يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن انت خذ من الفيديو أو من القراءة الشيء اللي بتحس إنه بيفيدك أو بينطبق عليك. ما تحاول تخلي القراءة تنطبق عليك، لأنه مش راح تكون مناسبة للجميع، ولكن ممكن يكون في إشي بالفيديو تستفيد منه أو يناسبك. راح نبلش بطاقتك أول، بعدين طاقة الحبيب وخطواتكم في المستقبل ومصير العلاقة بينكم، أو شو ممكن يصير بالمستقبل. إذا في أي إشي بيحتاج إلى التوضيح، رح نسحب كروت توضيحية. أوكي، نبلش بكروت النصيحة لبرج الجدي. مبين إنه في حدا بحياتك حاليا يا برج الجدي عم يطالب باهتمام أكتر منك. Do something for someone. بدك تبين مشاعرك أكتر لهالشخص، لأنه عم حسك أو عم شوف إنك منغلق أو منطوي على حالك كتير، وممكن عم تتعامل مع الوضع أو مع الشخص يعني بأسلوب صارم أو بأسلوب شديد. في أيضا عندك 5 of actions 5 of thoughts، فعم بتحس بخسارة، من خسارة علاقة، أو عم تحس بخيبة أمل. ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه بتحس بـ disappointment أو بتحس بخيبة أمل، ممكن من تصرفات هالشخص أو ممكن من مجرى تطور العلاقة بينكم. فحاليا كروت النصيحة بدها إياك تعرف إنه إذا في عندك قرار بدك تاخده أو موقف بدك تتبعه، هلأ الوقت المناسب إنك تاخد قرار، سواء كان لأنك تبين لهالشخص إنك بتحبه، أو بدك توضح له معلومة، بدك توضح له إشي معين. هلأ هو الوقت المناسب إنك تتخذ هالقرار. طيب نبلش بطاقتك أول يا برج الجدي. كتير عم شوفك guarded، في عندك كتير منطوي على حالك، مش عم تسمح لأي حدا يفوت بحياتك أو بمجالك أو بطاقتك حتى. عم شوفك أيضا كتير معتمد على حالك ومركز كتير على الشغل أو مركز كتير على الأمور المادية بعقلك الباطني، ولكن بدك بداية جديدة. عم شوف أنت وهالشخص بدكم بدايات جديدة بالعاطفة بالأصح، ولكن أنت عم شوفك بدك صدق أكتر بالعلاقة من اللي عم يقدمه هالشخص. بتشوف إنه هالشخص أنت ممكن متقلب الرأي أو كتير بيغير رأيه هالشخص، وأنت بدك تحكي لهالشخص معلومة انت كنت مخبيها، اعتراف ممكن، او بدك هالشخص يكون معك صريح جدا. عم شوفك كتير معتمد على حالك وما عندك اي مشكلة انه اذا يعني العلاقة ما نجحت او اشي مثل هيك، ما عندك مشكلة انه عادي تكمل الوضع يعني طبيعي، او انك تكون مش في علاقة. يعني عم شوف الستاندردز تبعك أو متطلباتك من الشخص القادم، الشخص الجديد أو الشخص اللي في حياتك حاليا، متطلبات عالية ممكن تكون.
بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، عم يحس إنه مهاجم بشأن إشي معين بالعلاقة، عم يحس إنه مهاجم وعم يحس إنه في مطرح بده يدافع عن حاله. أيضا ممكن يكون بتناقض هالشخص بأفكاره الداخلية، يعني ممكن يكون متقلب المزاج، متقلب الرأي، وعروض الحب اللي عم يقدمها لإلك أو مش مثل ما أنت بدك إياها، هي عروض فقط صغيرة، يعني هي فقط بدايات، ممكن يكون بدايات بالحديث، ممكن يكون يعني إشي صغير اللي عم بيقدمه لإلك، وأنت عم يشوفك بدك إشي أكبر من هيك، بدك إشي بالأصح ملموس، إشي بالفعل تعتمد عليه، أو شيء ممكن تقدر تقيسه هالشيء. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوفك عم تيجي على حالك، يعني عم تاخذ قرارات بشأن هالعلاقة ممكن تؤدي إلى زعلك، أو عم شوفك عم تخرب على حالك كتير، ممكن بأنك كتير انطوائي مع هالشخص ومع هالعلاقة، فعم تخرب على حالك، سلف سابوتاج ممكن، مش عم تحكي لهالشخص عن انت شو بدك، ف بينتهي الوضع إلى إنك يعني تكون أنت اللي عم تبدأ وعم تنهي، عم شوفك وعم تيجي على حساب حالك بأنك بدك بداية جديدة، بس مش عم تحكي لأنه عم تشوف إنه في أولويات أو اهتمامات أخرى أهم من هالإشي، ممكن يكون الشغل، ممكن يكون أي إشي آخر، ولكن عم شوفك عم تاخذ موقف أو بالمستقبل رح تاخذ موقف من هالشخص كتير صارم. الأبراج اللي ممكن عم تتعامل معها برج الجدي ممكن تكون أبراج نارية أو أبراج هوائية، ممكن أيضا عم تتعامل مع برج الجوزاء، بالأخص برج الجوزاء، هاي بتوقع طاقتك هون عند هالشخص لأنه هالكرت بيتبع برج الجدي. ف بالنسبة لخطوات الحبيب في المستقبل، عم شوف إنه كثير عم يفكر فيك الحبيب بطريقة جسدية، أو عم بيحس إنه روحيا مرتبط فيك، مش قادر يشيلك من رأسه، مع أي ولكن في المستقبل لسه العروض اللي بده يقدمها عروض صغيرة، لأنه عم شوفه من رح ينتقل من الفترة الحالية أو في الماضي القريب بينكم، كان في هالشخص كان بيحكي كتير، الكوميونيكيشن بينكم كان كتير عالي، ولكن في المستقبل بخطواته القادمة عم بشوفه منطوي على حاله أكتر، مش عم يحكي بشو هو بيحس أكتر، عم يحاول يستشفي هالشخص لأنه بيحس إنه بيحتاج وقت مستقطع بينه وبين نفسه لحتى يكتشف أو لحتى يفهم تطور العلاقة هاي رح تروح لوين يعني. ولكن عم شوفك أنت بس للمنفصلين منكم، بس انفصلت عن هالشخص عم شوف انه انت مركز كتير او عم تحط مجهودك، عم تحط طاقتك كلها في الشغل وفي مجالات حياتك الاخرى. بصراحة عم شوف برج الجدي عم بحس بخيبة امل كتير عالية من تطور العلاقة، يعني بحس وكأن انت بتحس وكأنه missed opportunity، أو بتحس وكأنه كان في بينكم فرصة كتير منيحة ولكن
ضاعت منكم. ممكن تحس انه هالشخص ضاع منك ايضا، بدنا نوضح الطاقات اكتر يعني in general. بدنا نوضح هالشخص ليش، اول اشي ليش عم يحس انه مهاجم، او ليش عم يحس انه دائما محتاج يدافع عن حاله، بالذات بيحتاج انه يدافع عن حاله بطريقة ال هالكرت انقلب بده يطلع، بيحس انه بده يعني يكون دفاعي معك بطريقة الحكي او بطريقة الجدال، يعني عم شوف فيربل اكتر او حديث اكتر مما هو تصرفات فعلية. يعني ممكن بالحكي عم تحس انه هالشخص كتير منغلق او كتير دفاعي معك، فبدنا نشوف ليش هو هالشخص دفاعي، شو السبب اللي بيخليه صعب التفاهم معه. هالشخص في عنده شيئين عم يحاول يوفق بينهم، وبتوقع انه هو عم يحاول يوفق بين العلاقة وبين وضعه المادي ايضا، لانه the juggler، هاي صاحب بالين كذاب هاي الكرت، فعم يحاول يوفق بين شيئين الشخص اللي عم تتعامل معه، وهو مضطر انه او عم يحس انه مضطر انه ياخذ طاقة king of sword هالملك، لحتى عم شوف انه انت علاقتك مع هالشخص ممكن تبعده عن مجال عمله او تأثر على مجال عمله، فهو بيشوف انه بده يقدم نوع من التضحيات، لانه صعب عم يحاول انه يوفق بين هاي ويوفق بين هاي، ولكن مش عم تزبط معه، صعب عليه كتير، فعم شوفه انه هو قرر في الوقت الحالي او بطاقته الحالية انه ياخذ وقت مستقطع ممكن لحتى يبني مستقبله او يبني مادياته. طيب مشان هيك هو كتير منغلق على حاله، ما عم يسمح للعلاقة انها تتطور خوفا من انه تأثر على اشياء اخرى بحياته او احلام اخرى بحياته، طموحات اخرى بحياته هو عم يسعى الى تحقيقها. طيب بدنا نشوف هالشخص ايضا، بدنا نوضح انت ليش منغلق. اول شي بدنا نوضح انت ليش منغلق على حالك هون، او بالمستقبل ليش رح تكون، لأنه هي طاقة المستقبل، ليش عم شوفك كتير منغلق على حالك انت؟ ممكن طاقته أصلا الشخص هي بتعكس عليك، فهمت علي؟ فبالمستقبل انت عم تحس بنهاية من نوع ما، عم تحس بتكملة، فبدنا نشوف هالتكملة شو يعني الاشياء اللي عم بتفكر فيها، او ليش عم تحس انه الوضع ميؤوس منه. عم شوفك انت بدك علاقة، او بالمستقبل بتطمح بعلاقة انه تكون هارمونيوس او انه تكون متناغمة يعني ومتوازنة. عم شوفك بالمستقبل تبحث عن التوازن، وأغلب التوازن اللي عم تبحث عنه توازن روحاني أو توازن بحالك أنت. أيضا واحدة من الأسباب بطاقتك بالمستقبل إنه عندك Five of Swords. Five of Swords أنت بالمستقبل مش مستعد تتنازل عن قراراتك، يعني أنت شخص عنيد جدا، بدك تثبت وجهة نظرك ولو على حساب حالك، ولو على حساب انك تخسر ناس في الطريق،
أو تخسر علاقة أو تخسر حبيب عم شوفك، برغم إنك بدك تحكي مع هالشخص وبرغم إنك بدك بداية جديدة مع هالشخص، لأنه العامل المشترك بينكم هون في بدايات، فأنت بدك بداية، ولكن بدايتك فيها حكي، فيها صراحة أكتر، وهو بده بداية عاطفية أكتر. ف عم شوف إنه أنت بالمستقبل ما بدك تتنازل، عم تبحث عن الشفاء، ما بدك تتنازل. واحدة من الأسباب اللي ممكن تأخر بالطاقة بينكم أو تأخر بالتواصل بينكم، إنه أنت عم تنظر للأمور من منظور واحد، من منظورك أنت بدك الأمور تمشي مثل ما أنت بتريد، وعم تعاند شوي، طاقتك فيها شوي عناد، لأنه بدك توصل إلى النقطة اللي أنت بدك إياها، أو بدك الشخص، يعني بدك اياه يكون مرن اكتر، بحيث انه يمشي مع اللي انت بدك اياه او اللي انت بتتوافق معه. طيب بدنا نشوف هالشخص، لانه هو مبين انه منطوي على حاله بهالفترة، ولكن الرابطة الروحانية بينكم كتير قوية، عم يفكر فيك هالشخص كتير، وعم يفكر فيك ايضا بطريقة جسدية، بطريقة شغوفة كتير. فبدنا نشوف هالشخص، هل راح ياخذ خطوة بالتقدم تجاهك؟ هل بده يحكي معك؟ شو راح يصير بعد فترة السكون هاي؟ فهالشخص في عنده عرض حب كتير كبير بده يقدمه لإلك، لأنه في عندك الفارس على الخيل أو على الحصان، متجه إلى مطرح، متجه إلى مطرحتك، ورقة تقدم هاي. وأيضا بده بدايات جديدة من الناحية العاطفية. ممكن البداية بينكم تكون، أو ممكن الحكي بينكم يكون، أو هالشخص يتقرب منك بطريقة أصدقاء قبل ما تكون بطريقة جدية. عم شوف إنه هو بده يخليها عفوية أكتر بالبداية، أو كبداية بده إياها تكون عفوية أكتر، تبدأ بمنظور صداقة، بعدين تنتهي إلى ارتباط، أو تنتهي إلى حتى هالشخص ممكن يعترف لك بحقيقة مشاعره أو مدى عمق مشاعره. أنت ممكن أصلا ما تتوقع أو ما تفهم أو ما تكون متوقع مدى عمق مشاعر هالشخص تجاهك. بالنسبة لذا لوفرز، ذا لوفرز بتحكي عن سولميت، وأيضا بتحكي عن اتخاذ قرار. فبدنا نشوف، لأنه هالطاقة مشتركة بينكم، بدنا نشوف شو هي القرار اللي بدكم تاخدوه انتو كطاقة مشتركة بينكم. بدنا نشوف إذا الأوراق رح تكون متناغمة مع بعض أو رح تكون متضاربة، يعني بدنا نشوف إذا رح توصلوا لنفس الاستنتاج أو رح تكونوا في مطرحين مختلفين فكريا عقليا. فبدايات جديدة رح تكون، بدايات جديدة بالحكي رح تكون، ممكن ما يكون في عرض حب بسرعة يجيك، أو ممكن ما تبدأ العلاقة على طول عرض حب، لأنه هاي فقط ترمز إلى الكوميونيكيشن، ترمز أيضا إلى اعترافات. فأي إشي كان مخبى بينكم رح تحكوا فيه. أيضا The Star Wish رح تشاركوا لبعض، أو رح تحكوا لبعض عن آمالكم بهالعلاقة، أو يعني in general العلاقة بينكم رح تنتهي بانتصار، لأنه أو التواصل بينكم رح ينتهي بانتصار، لأنه هالشخص طالع من معركة منتصر. فبرغم الصعوبات اللي عم تواجهوها هلأ، إلا إنه طاقتكم المشتركة فيها بدايات جديدة، فيها انتصار، وفيها أيضا wish fulfillment، أمنية تتحقق. فأوراق كتير منيحة بصراحة. أوكي حبايبي برج الجدي، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم.